ونرحب بالأستاذة كلثم والكلمة لك، تفضلي. مساء الخير، يسعدني أن أشارك معاكم في ثاني أيام مهرجان الشباب بالعرض المسرحي في رأسي بطل للمؤلف عبد الكريم العمري والمخرج رضا الحساوي، الممثل الأول محمد العلوي، الممثل الثاني محمد البيراوي، سينغرافيا وإشراف عام حسن محمد، موسيقى سالم الجارح. لو بدأنا بالتعريف للمؤلف عبد الكريم العامري، فهو شاعر وروائي وكاتب مسرحي من مواليد البصرة العراق، عضو اتحاد الكتاب العراقيين والعرب، عضو في العديد من النقابات والجمعيات الثقافية والفنية، وأسس ورئيس تحرير مجلة بصرياثة الإلكترونية، كما قدمت له العديد من المسرحيات في بلدان عربية مختلفة. من مميزات هذا المؤلف أنه ينقل لنا طبائع البشر كما هي، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي المر والواقع السياسي في العراق. وإذا ما حللنا مسرحية في رأسي بطل، سنجد أن زمن كتابة النص هو زمن تهيمن عليه سلطة قمعية ضد الحريات وحرية الرأي، فكان على المؤلف عبد الكريم العامري أن يتخذ الرموز وسيلة لإيصال المعاني التي أراد توصيلها للمتلقي. من خلال الحوار بين الأول والثاني نتساءل، هل هما صوتان لشخص واحد؟ طبعاً دلالة الألوان تعيش في جسد الشخصية الأولى والتي تحاول قيادة الثانية بالسيطرة على مسار حياتها وسلبها الإرادة، ويمكننا استنباط تفسيرها من خلال العنوان، فهنا الأنا يعيش في رأسها بطل. المخرج طبعاً كنت أتمنى لو كان قال لنا أنه هو أخذ النص بتصرف من المؤلف، لأنه ألغى الشخصية الثانية وجاء بشخصية أخرى مع احتفاظه بالحوار، فظهرت مسرحية أخرى بنص للمؤلف العامري وإخراج آخر لرضا الحساوي، وقد نعذره في ذلك إذ هي التجربة الإخراجية الأولى لمخرجنا الشاب. نلاحظ أن الحوار اللامعقول والوهم الذي تعيشه الشخصية الثانية ما هو إلا مرآة هذا الواقع، وهي شخصية مستلبة حبيسة وحبيسة بالوهم والخلاص من سجنها ولو من ثقب لا وجود له. إنه صراع بين الإنسان بين الأنا والأنا الأخرى التي يريد أن يراها من حوله، أو هي وسيلة التخلص من عذاب النفس والمعاناة التي تتحكم في هذا الجندي العائد من الحرب واعتباره بطلاً، بينما لا يجد نفسه سوى قاتل تجبره السلطة للسير نحو حتف مجهول. في النص الحرب كالكوابيس المقيمة على أرض الواقع، كما أنها تسد الأفق على الشخصية الأولى وتسهم في إذلالها، إنها شخصية أخرى تقف حائلاً دون تحقيق الأحلام الصغيرة التي باتت تفتقدها الشخصية الثانية. كما توالى الحوار بين الشخصية الأول والثاني إلى رموز السلطة التي ما تنفك تلاحق الفرد من أجل كسب ولائه للسلطة وسوقه للحرب ومنعه من حرية التعبير، فهو في لحظات لا تسمع له كلمة ولا يملك إرادة نفسه. هذا النص يدور حول عبثية الحروب المتناسلة التي لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد، حتى أمل الخلاص وهو الحاسوب ومن وراءه وما يمثله من تقدم علمي تحول إلى مرتشٍ يزور الحقائق خدمة لواقع مريض وشخصية تعاني انفصاما مرعبا يتجاذب حياتها. النهاية مأساوية، فبعد مغادرة الشخصية الأولى يصبح العيش مستحيلا
لأنها كانت عبارة عن الوهم لنجاة متخيلة. ونجد المخرج في الناس طبعاً تدخل فرقة بالملابس السوداء، هذا النص الأصلي، تدخل الفرقة بالملابس السوداء وتأخذ الممثل الثاني بعد أن يكون قد خرج الممثل الأول بالممثل الثاني بالكرسي اللي كان المفروض موجود على خشبة المسرح، وينتهي النص بتغطية رأس الممثل الثاني وإخراجه من المسرحية. لكن المخرج رأى في نظرة إخراجية أخرى أن تكون هذه الشخصية تعود إلى لوحتها لكن من الظهر، عندما رأيناها في البداية كانت من الوجه وثم انتقلت إلى الظهر كأنها تخرج من اللوحة، واتحد معها الممثل الأول، وبهذا تكونت الأنا والأنا الواحدة في جسد واحد. لو جئنا لنرى سينوغرافيا العرض بنشوف أن المخرج استخدم اللوحات الزيتية والمعبرة عن أمور كثيرة، من بينها صرخة الإنسان، من بينها ربيع الحياة في وجه المرأة لكن بدون ألوان، إذا لاحظته كانت بيضة وبخطوط سوداء، لوحة جرحى الحرب وبما فيها من الملامح المشوهة، كما أيضا اللوحة الكبيرة التي خرج منها الممثل الثاني والتي بقيت تحمل شكل الإنسان الأبيض اللي بدون ملامح لتعبر به عن الإنسان المعاصر الذي يعيش في فترة الحروب، خاصة الدخان الأسود اللي جاء في خلفية اللوحة. بالنسبة للممثلين استطاعوا أن يقدموا عرضاً جيداً، استطاع الممثل أن يتحكم في أداء الممثل جسداً وصوتاً، وكانت حركتهم على المسرح موزعة بشكل جيد ومدروس. بنلاحظ أيضاً توزيع الإضاءة خدم السينوغرافيا العرض. الغطاء الأبيض الذي تم استخدامه في العرض بأكثر من مرة، مرة اللي هما أشباح قتلى الحرب، ومرة أخرى هو الكفن الذي تغطى به الممثل الثاني والذي أصبح جزءاً من قتلى أو من ضحايا هذه الحروب. مارس الممثل الأول على الثاني لعبة القط والفأر كثيراً في هذه الجزء من النص، نجده بينما نجد في النص الأصلي ما هو إلا حوار عادي أكثر منه، يعني حوار بين الشخصية وذاتها. هني تغير تماماً، المخرج غير لنا تماماً النص لما أعطانا صورة الفنان. الفنان هني يعني ظهر بشخصية جديدة في النص، وأنا صراحة تعجبت لأن النص لا يحتوي على هذه الشخصية، فلا أعرف هل أشكره على هذا الأمر أم أجد نفسي يعني أريده أن يلتزم بالنص كما هو، فهذا راجع له ولنظرته الإخراجية. الموسيقى أيضا تحاورت بالتوازي مع حركة الممثل والحوار، والليزر طبعا اللي هو الثقب الذي يبحث عنه الممثل، يعني للمرة الثانية تهيأ لي ما كان له داعي لأن خلاص انكشفت اللعبة
وصرنا نعرف أن الثقب هو عبارة عن نقطة الليزر. أعتقد أن يعني أحيي المخرج رضا الحساوي على تجربته الأولى، وأتمنى له إن شاء الله درب طويل في مجال المسرح، ونترك له يكون يجاوب على أسئلتكم. شكرا لكم. شكرا. أولا أشكر سيدة كلثوم على التأخيب على المسرحية، وسمو الشيخ خالد اللي أتاح لنا فرصة إن إحنا نقدم هالأعمال. والله لو ما في يعني الدعم الموجود منه، يعني كان إحنا ما بتشوفونا هني ولا بنقدم أعمال، يعني كإحنا شباب يعني أتحكي. طبعا العمل أنا جاني نص من ممثل اللي عندي يعني من سيد محمد العلوي، وقريت النص حبيت أضيف فيه، ما حبيت بشكل الموجود فيه، يعني أبي أتعمق فيه، لأن أنا عندي مخزون من سنين. أنا اشتغلت مع الأساتذة الكبار مثل أستاذ طاهر محسن وعلي سلمان مساعد مخرج، فأبي أحط مخزوني في العمل هذا، كل اللي تعلمته في هالسنين من مسرح الريف أبي أحطه في العمل هذا. فبلورته وحطيت له أفكار، يعني اللي طلعت فيه يعني اجتهاد مني، اللي قدرت أسويه سويته، والرأي لكم أنتون يعني هل قدرت أسويه فيه. بالنسبة للعمل يعني قبل ما أشتغل فيه أنا حبيت النص، يعني النص كان فيه واجد بعد فيه، بعد بإمكان أنك تحط فيه وتطلع وتبحر فيه أزيد، بس إحنا يعني عندنا وقت معين وما نقدر نطلع من هالوقت. والكلمة إليكم، إذا في أي شيء عندكم تفضلوا. شكرا. الآن المجال مفتوح إلى الصالة، اللي يبغي الأستاذ علي السلمان. أولا السلام عليكم جميعا، ومشكورين على الحضور وعلى الدعوة وعلى الندوة التطبيقية. أول شيء بشكر السيدة كلثوم أمين اللي غاصت فعلا في حيثيات النص. النص قريته أنا ووصلني، ولكن حق التصرف قلنا يعني اتصلنا بالمؤلف وجاب لنا حق التصرف فيه، يعني المخرج عند ماخذين وقايل ليش بنسوي السيف سايد من هاي الناحية، ولكن يعني في شكر جزيل جدا إلى ما نقضتي في هذا النص من كلمات، وحطيت إيدك على الجرح من حيث المشهدية الجميلة اللي شفناها اليوم. وشكرا للمخرج وطاقم العمل، وأنا أتكلم كنادي بوري، نائب رئيس نادي بوري، وأتكلم بهاي الجزئية البسيطة فقط. شكرا. شكرا أستاذ علي. الأستاذ يوسف تفضل. مساء الخير. تفضل بس تكلم يوصل الصوت. مساء الخير، يعطيكم العافية، ومشكورين جميعا على هذا العرض. واقعا يعني أنا أثني على كلام من الأخ علي، يعني بداية السيدة كلثوم. هذا اللي نقول احنا دائما في التعقيب، احيانا يجي المعقب يعقب من خلال العرض اللي تشوفه. اللي عجبني ان انت قريت النص وطلعت على سيرة المؤلف وافكاره ورؤيته والبيئة اللي عايش فيها، فبالتالي هذا يخدم المعقب ويعطيه فكرة. لعل الصورة اللي انت كتبتيها وتبنيتيها وعرضتينها هي هذا الواقع، يعني المعقب اذا جاء وشاف العرض وبعدين جاء عقب ما يمكن ان يعطينا الصورة الكاملة، لانه ما راح يفهم النص. الخلفية المؤلف والبيئة التي عاش فيها وفترة الصراع والاجواء اللي كتب فيها هذه يمكن هي اللي انت نورتينا فيها، وهذه نقطة تحسب إليش. وأتمنى من إدارة المهرجان كل معقب يجب أن يبحث قبل أن يعقب ويقيم أي عمل حتى لا يظلم العمل. فبالتالي أنا شكر جزيل جدا لك أستاذة، لأن هناك هذا النص من النصوص المفتوحة، يعني كل يقرأه حسب قراءته،
فبالتالي يعني يحتمل إيحاء وإيماء هنا وهناك، من يتكلم عن صراع الأنا وصحوة الضمير والعودة والوهم. حتى لما قرأتك في إنه كان أعطانا الوجه والظهر والتموا في جسد واحد، هذه الصورة، هذه الخلاصة، يعني خلاصة الفكرة التي أرادها. لكن في نقطة يعني يمكن اللي قرأ النص طبعا لأن ظروف المهرجان والفترة يمكن حذف منا أشياء، ولكن أنت أثرت بشخصية الرسام والفنان، يعني برأيي الشخصي هي الشخصية الأنسب. اليوم ما تقدر تجيب واقع أنك تجيب الشيء المباشر، الشيء الغير مباشر هو العمل الأفضل كي يعطي المشاهد الفرصة أن يفتح آفاق ويفكر، وهذه ميزة المسرح وحلاوته في ذلك، هنا المتعة والفرجة في أنك تقعد تفكر ما هي الرسالة وما هي الفكرة وما هي الخلاصة. باعتقادك هل وفق المخرج في الاستعانة بشخصية الرسام؟ يعني لو جاب شخص آخر، هل الرسالة أو الفكرة صح تكون أكثر وضوحاً وإيصالاً للفكرة؟ يعني لو خذين الناس كما هو بشخصية المقاتل السابق تختلف تماماً عن شخصية الرسام. الرسام بالأجواء اللي حطانا فيها المخرج، باللوحات المحيطة فيه، بالرتوشات اللي كان يحطها للشخصية الثانية كأنها لوحة لم تكتمل. يعني أنا حبيت هذا الشيء في المخرج، إنه هو أعطانا نظرة كلياً تختلف عن الشخصية الأولى في الناس، فهذا شيء جميل من شاب. يعني أنا أقول لكم هاي تجربته الأولى، فما بالك بالتجارب القادمة. يعني نستطيع أن نقول أنه وفق. وفق طبعاً. أنا قلت هاي الكلام إنه أنا كان رأيي الشخصي إنها تحسب إله، فحبيت رأيش أنت بالمقام الأول. أنا قلت هذا الكلام من البداية، قلت إنه هو وفق في هذا الأمر. هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. قلت هاي الكلام، يعني صحيح هو تصرف في الناس بس هو وفق في هذا التصرف. شكرا لهذا العرض الجميل، شكرا أستاذة كلثوم أمين لهذه القراءة الجميلة، وابتدأتي من النص ووفيتين كل جوانب العرض الجميل. يعني يمكن أنا أختلف مع الأستاذ اللي هو أن يعني جزء من العملية الإخراجية، جزء من تعبير عن ذات المخرج نفسه، هو أن يضع ذاته، يعني يضع ما يريد أمام النص. يمكن هو أنتج نص آخر من خلال هذا العرض، فعلا أتفق معك، لكن من المهم جدا أن يعبر عن ذاته من خلال إضافة نص جديد أو إنتاج نص جديد. العرض أنتج نصا جديدا، وهذه تحسب إلى المخرج. يمكن هناك الإشارة إلى مسألة التصرف والإشارة إلى المخرج مهمة جدا. أنا ما كنت يعني أقدم مداخلة، بس استدعيت يلا. لو كنت أعرف لما ثرثرت جميل النص، جميل ثري فيه الكثير من الأشياء القابلة لأن تقدم وتقدم قراءات أخرى أيضا. لو كنت أعرف لما ثرثرت، الشخصية تقول ستفقد رأسك، ستفقد أغلى ما فيه، ستفقد ما هو أغلى منه وهو كرامتك وهو ذاتك. يعني كان لا يهمه أن يفقد شيء، يريد أن يثرثر ويقول ولا يهمه، فقال له يعني ستفقد ما هو أغلى من رأسك، هو ما هو أغلى من رأسك، القيمة الذاتية، قيمة الشخص، قيمة الكرامة، قيمة الإنسان. جميلة هذه يعني الإشارات اللي موجودة في النص، وجميل اختيار النص فارغ يعني ومملوء بالإشارات، لكن أن يختار المخرج أو الممثلون هذه الجزئيات، هو أن يختاروا هذه الجزئيات، هو قدرة على اقتناص ما في النص، أبرز ما في النص من إشارات تستطيع أن تدل، أن تقول أشياء، أن تقول عن ما نعيشه، عن ما نعيشه. فالجميل جدا هذه الاقتناصات. أخيرا تحصل على أرض، الإنسان يعاني أن يحصل على بيت إسكان، يعاني أن يحصل على، قريبا قبل أيام شفنا شخص قبل وفاته فقط حصل على أرض. جميل جدا في هذا العرض أن يشير إلى هذه
تناقضات بين الحياة وبين الموت. من يحصل على أرض، من يحصل على بيت، هو يعيش حياة جديدة، تكتب له حياة جديدة، وإذا به الحياة الجديدة هي في القبر هذا. فيقول له أخيرا تحصل على أرض، حينما تحصل على قبر تحصل على أرض. الحصان وتحولات، يعني القدرة على تمثيل حالة الحصان، تجول الشخصيتين بين أن يكون هو الحصان من خلال انتطائه الشخص الآخر، ومرة ثانية التنويع بأن لا يكرر نفس الفعالية أو نفس الحركة، ما يكرر نفس الحركة، وإنما يكرر الشخصية الثانية حركة أخرى، وهي حركة أن يمشي يعني منطلقا كالحصان، والصورة الأولى صورة مختلفة. أيضا تحفر في ذهني سنوات نفقا، الليزر بعد عبارة تحفر في ذهني سنوات نفقا أيضا عبارة شعرية جميلة. النص فاره في 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 تشعير إلى النص، يعني في لغة شعرية في النص. شاعر عمري شاعر أساسا. جميل. أيضا الحالة الليزر واستخدام للتعبير عن المداهمة، نحن أحسسنا بإيقاع المداهمة من خلال استخدام الليزر بطريقة مشتتة، دل على حركة المداهمة كاستعارة جميلة للتعبير عن هذه حركة اضطراب الإنسان حينما يداهم، عبر عنه بطريقة جدا بسيطة وهي من خلال الليزر. أيضا من خلال كسر حاجز الإيهام، حينما يعني خرج المخرج عن المنصة الأساسية، عن كسر الجدار العرض إلى آخر إلى أقصى مجال يستطيع أن يكون مشاهدا فيه، وكسر حاجز الإيهام حينما يعني وصل إلى الناس، وكأنما يقول أنا واحد من هؤلاء، أنا لست شخصية خارجية، أنا أمثلكم، أنا أتحدث عنكم. كتبت هذه بس لأن ما عندي وقت، أشياء كثيرة لهم. شكرا. نشيد بالواقع عن بالممثلين الأستاذة والسيدة أشادة أستاذة، وإحنا يعني نشيد بالممثلين، وهذا دورها كمعقبة أنها تشيد، يعني مو دور أي شخص آخر، يعني لأن هي مسؤولة عن هذا الشيء. نختم هذه الندوة ونختمها بكلمة يريد أن يقدمها المخرج رضا، فإلى أقل من دقيقة، يعني 45 ثانية طبعا أقل بعد. كلمة شكر أستاذ الكريمة على حضورها كلثوم، يعني صراحة أنا أخذت منها واجد يعني، وأفكار بعد جدا جميلة اللي طرحتها هي بعد. وأشكركم، وأشكر اللي كان ظهري الفنان محمد حجيري، يعني كان ظهري وظلي ودائما استشيره يعني في أشياء واجد. وأشكر الأستاذ حسن حمد على السيغنوغرافية الجميلة، يعني جميلة جدا اللي صارت، وممثلين محمد العلوي ومحمد وأحمد ربيع في الإنتاج، كل الطاقم وفيصل وكل الطاقم اللي كانوا معاي في العمل، أشكركم شكر جزيل من القلب إلى القلب.